من خلال الجامعات اللاتينية والأرجنتينية ونظيرتها الإفريقية فتحنا فضاء للتعاون، مما مهد الطريق لتقديم منح دراسية لطلبة الماستر والدكتوراه من إفريقيا الراغبين في تطوير معرفتهم في الأرجنتين. كما سنعمل على تعزيز تعليم اللغة الإسبانية من خلال دورات مجانية لصالح الطلاب والشباب من إفريقيا، وستتاح الفرصة أيضا للطلاب والباحثين الأرجنتينيين لزيارة البلدان الإفريقية لإثراء المعرفة المتبادلة.